شيخ صالح، لماذا يخاف الناس من الموت؟ طبيعة، هذه طبيعة الإنسان. حتى البهائم تخاف من الموت، أن الموت يروع الناس. وأن عائشة رضي الله عنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت كلنا يكره الموت، قال صلى الله عليه وسلم إن المؤمن إذا كان في يعني في الاحتضار أو في حالة الموت يبشر، يبشر من الله سبحانه وتعالى، فيحب لقاء الله فيحب الله لقاءه. وأما الكافر فإنه والعياذ بالله يبشر بالعذاب، فيكره لقاء الله يكره الله لقاءه. فالمؤمن لا خوف عليه. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة، يعني عند الموت، ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون، نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم. قال تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. نعم.